ولكن القول الفصل كان للولايات المتحده الامريكيه، ولكن حتى ضمن الولايات المتحده الامريكيه سمعنا اليوم وربما سمعت ان هنالك الكثير من الاصوات داخل الاداره الامريكيه في الكونغرس الامريكي تدعو الى اعاده النظر في هذا الاتفاق، لان هذا الاتفاق لا يعطي ضمانات حقيقيه بان الاجراءات العسكريه او التطوير العسكري سواء النووي او حتى التقليدي وهو الصواريخ بعيده المدى، هذا الاتفاق لا يمكن ان يحد منها تماما، وبالتالي ربما هنالك تخوفات حتى في الدوائر الغربيه في اوروبا وحتى في الدوائر الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأنا نسمع عنها وبدأنا نشاهدها خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي. لا بل أننا اليوم وفي مساء هذا اليوم سمعنا أصواتا تطالب بأن يرفض الكونغرس الأمريكي التوقيع على هذا الاتفاق، وهذا المخاوف شرط في كل مكان الاتفاق. وبالتالي أعتقد أن الاتفاق مستقبلا ربما تعترضه الكثير من العثرات في المستقبل. نعم. لذلك أعتقد أنه من حيث المبدأ فإن الجانب التقني تم الاتفاق عليه، ولكن الجانب السياسي ودور إيران في المنطقة هذا سؤال مهم يجب أن تجيب عنه في علاقتها مع الدول الإقليمية الهامة في هذا الإطار. جميل جدا. تعليق أخير أستاذ سليمان لكي نختم هذا المحور. نعم. أولا أنا أعتقد أن هناك فرصة لنا في دول الخليج وفي المنطقة العربية بأن نستفيد من هذا التحول التاريخي في علاقات الغرب مع إيران من بعد أن كان حليفا للعرب المعتدلين أو ما يسمى الاعتدال العربي، أصبح الآن الغرب حليف للتشدد الإسلامي أو للتطرف الفارسي. أنا أعتقد أن في فرصة الآن لبلورة مشروع عربي قائم على مبدأ الملك سلمان أو ما يسمى مبدأ سلمان الذي تجسد في التحالف العربي الذي قام بالعملية العسكرية لدعم الشرعية في اليمن. هذا المبدأ في الواقع هو تحالف عسكري، وكذلك هو يقوم على رد الفعل السريع على كل التطورات السلبية التي تنال من الأمن القومي العربي. ومن الممكن أيضا في الواقع الأمر أنه الآن الدول العربية تلتقط هذه اللحظة التاريخية وتبدأ في إقامة مشاريعها النووية، خاصة الدول الرائدة في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر تقوم بالتقاط هذه اللحظة التاريخية وتطبق حقها المكتسب الآن من واقع التجربة الإيرانية والاعتراف الغربي بحق إيران في أولا إقامة مشاريع نووية فيها إنتاج للطاقة النووية وليس استهلاك. يعني لا نريد مشاريع نووية تستورد اليورانيوم أو المخصب للمنطقة من أجل استهلاك، نريد مشاريع نووية نمارس فيها حقنا كما هو حق إيران الآن المعترف به دوليا بأجهزة الطرد المركزي وبالتخصيب وبعلمائنا وبتجربتنا النووية. هذا ثانيا. وثالثا لابد الآن من القناعة الإيمان بأنه الغرب لم يعد الآن الضامن الحقيقي للأمن الإقليمي في منطقة الخليج، وأنا أتوقع أن الدول الخليجية ستتجه الآن لتعزيز قواها العسكرية وتوحيد أهدافها وعقيدتها القتالية، وأتوقع بعد قيام الجيش اليمني الوطني أنه ممكن أن تنضم اليمن لمجلس التعاون وينضم الجيش اليمني إلى درع الجزيرة وأفكار أخرى توحد الرؤية السياسية العربية من خلال مبدأ سلمان. شكرا لك أستاذ سليمان، أرجو أن تبقى معنا مع ضيفنا الكريم من باريس الدكتور رامي العلي للحديث في محورنا القادم. ضيفنا من لندن أستاذ حسن راضي، أنا أودعك هنا وأشكرك شكر جزيل تواجدك معنا. السيد حسن راضي المختص بالشأن الإيراني كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وفي العالم بعيون سعودية بعد الفاصل. المقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على مطار عدن وخور مكسر ومقتل قيادي حوثي بارز، تجدد الاشتباكات في تعز والمقاومة في مأرب تصد رتلا عسكريا، ومنظمة العفو تعلن اختطاف الحوثي لأكثر من 3000 شخص وتستخدمهم دروعا بشرية. أعلنت المقاومة الشعبية في عدن أنها أحكمت السيطرة على مطار عدن وخور مكسر ومعسكر بدر المجاور له
قتلت قياديا بارزا في ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى جزيرة العمال في إطار عمليات الحسم لتحرير عدن والتي بدأتها بتحرير رأس عمران. انتصار المقاومة يأتي بعد أن حققت في تعز تقدما بعد الهجوم المضاد الذي أطلقته في مواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح على كافة الجبهات. تزامن ذلك مع بسط سيطرة المقاومة في مأرب على منطقة الفاو بعد معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي وصالح أسفرت عن مقتل 34 من عناصر الحوثي وقوات صالح والتصدي لرتل عسكري كان متجها للمحافظة وأجبرته على العودة نحو العاصمة صنعاء. من جانب آخر أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها تزايد حالات الخطف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح حيث بلغت أكثر من 3000 شخص اختطفتهم الميليشيات منذ سبتمبر الماضي استخدمت عددا كبيرا منهم كدروع بشرية. وللقاضة أكثر على هذا المحور نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي ومن باريس الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، كما ينضم معنا في هذا المحور من القاهرة دكتور عبد الناصر الديفاني المحلل السياسي. أرحب بكم مجددا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور رامي حول هذا التطور اللافت ميدانيا على الأرض بالنسبة للمقاومة الشعبية التي أحرزت وبدأت تحرز العديد من الانتصارات على الأرض الآن في سعيها لتطهير عدن والقضاء على ميليشيا الحوثي وصالح بشكل كبير من خلال سيطرتها على مطار عدن وخور مكسر، كيف يعني تنظر إلى هذه التطورات وفرصة المقاومة الشعبية المدعومة من التحالف في فرض سيطرتها على عدن؟ القليلة الماضية وربما الأسابيع القليلة الماضية أن هنالك انغلاق في أفق الحل السياسي وهنالك تخبط لدى الأمم المتحدة في كل ما اقترحته سواء المفاوضات في جنيف أو الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها مؤخرا في نهاية شهر رمضان المبارك، وبالتالي لم يعد هنالك سوى الميدان هو المكان ومكان الحسم خصوصا بالنسبة للشعب اليمني الذي يرى تغول الحوثيين ورغبتهم في الهيمنة والسيطرة على اليمن أرضا وشعبا وسلطة وحكومة. وبالتالي الحقيقة أن هنالك شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية خالد تطورا في العمل المقاوم، لأن هنالك أطراف منها الجيش الوطني الذي ما زال مواليا لشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، المقاومة الشعبية التي تشكلت، وهنالك يبدو أن هنالك تنسيق أيضا مع قوات عاصفة الحزم ومع الضربات الجوية التي توجه إلى ميليشيا الحوثيين الإرهابية. وبالتالي أعتقد أن ما شهدناه اليوم من تقدم للمقاومة في عدن ربما تكون مقدمة لتقدمات أخرى والانتصارات أخرى تحققها المقاومة في هذا الميدان. ربما هذا يشير بشكل واضح أخيرا خالد إذا سمحت لي إلى وجود غرفة عمليات مشتركة يبدو أنها باتت تثبت وجودها على الأرض، لأن التنسيق كان واضحا ما بين المنطقة العسكرية الرابعة وقوات المقاومة الشعبية في عدن، وبالتالي مما أمكن تحقيق هذا الانتصار الكبير الذي أعتقد أنه سوف يكون مقدمة لانتصارات أخرى سواء في مأرب أو في عدن أو في غيرها من المناطق اليمنية. وبالتالي لا أعتقد أن هنالك مستقبل حقيقي للحوثيين ولا أعتقد أن هنالك إمكانية لأن يفرضوا سيطرتهم على المناطق اليمنية المنتفضة الآن في وجههم. جميل دكتور عبد الناصر الذفاني، إذن يعني كيف تتوقع أن تكون ردة فعل ميليشيات الحوثي وصالح إزاء هذا التقدم وإزاء هذه الانتصارات التي تحققها المقاومة الشعبية على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الانتصارات التي حققت هذا اليوم هي نتيجة طبيعية لما يعني يراه كل الملاحظون بأن الانهيار سيكون لهؤلاء الناس سيكون أسرع من الصعود، وذلك لعدة أسباب من ضمنها أن هدفهم أيضا غير صادق وكان كاذب واصطناع أصنام وهمية وأهداف غير حقيقية، وكذلك أن أجندتهم وطنية وتحالفهم مع صالح غير شرعي، هو كان استخدمهم لتصفية حسابات ضد من ثاروا عليه في 2011.
أيضا الحوثي نفسه يعمل بعقيدة ضالة عندما تتبين لليمنيين وللموالين له، أظن أنهم سيتراجعون، وهذا ما نريد أن يصب المقاومة تصب المقاومة فيه، تكون مقاومة إعلامية وتثقيفية وكذلك عسكرية، لكي يعني نسرع في هذا الانهيار، وهو انهيار حتمي لا 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 شك فيه. والمقاومة ستتمدد في كل أرجاء اليمن حتى في معقل الحوثيين والعاصمة صنعاء، وهناك كثير من المواجهات ومن الانتصارات التي تحدث إضافة إلى ما حدث اليوم في عدن، ولكن أريد أن يكون هناك أخلاقيات الانتصار يجب أن تظهر على المنتصرين في أي موقع، وأن تمتد اليد للمغرر بهم من الجيش اليمني ومن المواليين للحوثيين حتى نقلل من الخسارات ومن الأمور التي قد يعني إذا طيب ما حدثت دكتور عبد الناصر يعني أثارها غير طيبة بالنسبة لليمين على المستوى البعيد. جميل، بالحديث عن معقل الحوثيين الذي تحدثت عنه يعني سواء في صعدة أو حتى في صنعاء، القبائل اليمنية في الشمال والتي بقيت على الحياد سواء بطبعها باختيارها أو غير ذلك، هل تتوقع أن يعني يكون لها ردة فعل مختلفة، موقف مختلف، موقف وطني ربما مختلف بعد انهيار جماعة الحوثي وصالح خلال هذه الفترة؟ نعم يا أخي الكريم، القبائل وكل الناس الشرفاء في اليمن لا يرضون بما يقوم به الحوثي، ولو توفر لهم شيء من الأمان ومن الإطمئنان من يعني صلف وتعنت الحوثيين وأيضا تخوفهم من البطش اللا أخلاقي واللا ديني واللا معقول الذي نشهده من تدمير البيوت ويعني الاختطافات، لا رأينا المقاومة تظهر في كل بقعة من بقاع اليمن كما قلت لكم، وهي كلما سنحت للمقاومة في أي بقعة من بقاع اليمن نراها. فهناك سمعنا اليوم أن هناك عمليات عسكرية ضد الميليشيات الحوثية في صنعاء وفي تعز وفي مأرب وفي كل بقعة من بقعة الأرض. لا التخوف من ظهور بعض هذه المقاومة والإعلان هو بسبب سيطرة المحكمة للحوثيين على بعض المناطق، وأيضا تخوفهم من أن تمتد إليهم يد الحوثي بالقتل والتفجير والاختطاف. نعم. طيب أستاذ سليمان، يعني لو تحدثنا إلى موقف الأمم المتحدة. نعم. موقف الأمين دكتور عبد الناصر، يعني نريد أن نتحدث حول الموقف الدولي الغريب والمثير للتساؤل أحيانا من ناحية الإصرار على الهدنة. الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أنه أصيب بخيبة أمل لانهيار الهدنة الإنسانية التي كان يعمل بها، لكنه لم يفقد الأمل في وقف إطلاق النار، رغم أن الأمم المتحدة أو حتى المبعوث إلى اليمن لم يكونوا ينطلقوا من القرار الأممي 2216 أو المبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار الوطني. يعني كان غريبا أن الأمم المتحدة تتجاهل تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، والذي يعني هو صدر وفق البند السابع الذي يعني تنفيذ القرار حتى لو كان بالقوة، وتركز على هدنة 5 أيام تمثل في الواقع هدنة لوجستية للحوثيين، لأن هدنة يعني أكسجين التقاط أنفاس أكسجين للحوثيين ودعم ميداني وإعادة تحريك القوات والسيطرة على بعض المناطق مثل ما حصل في الهدنة مايو الماضية. في الواقع أنه هذا كان أمر غريب ومثير للتساؤل، ويعني ولكنه أنا أعتقد أنه الموقف الأمم المتحدة يعني كان تحت ضغط القوى
إحدى القوى الكبرى التي تريد أن تحرك الأحداث في اليمن لصالح الحوثيين وضد المصالح العربية وضد المصالح الخليجية. وانكشفت هذه المحاولات وسقطت أساليب الضغط على المنطقة، والآن تسقط أساليب الضغط على الأمم المتحدة، وثبت فشل الأمم المتحدة لأنها تحولت إلى أداة لقوة كبرى تريد توجيه الأحداث ضد إرادة الشعب اليمني. وأعتقد أنه الأمم المتحدة باعتبارها وسيط نزيه سقطت مصداقيتها ولم تعد وسيط نزيه، وأعتقد أنه حتى المقاومة الشعبية اليمنية لا تثق بها حتى لو توسطت في مشروع هدنة جديدة. جميل، شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان العقيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في ختام أو في محوري هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. مع ضيفنا الكريم من باريس الدكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية، أيضا شكرا جزيلا لك دكتور رامي. ضيفنا من القاهرة دكتور عبد الناصر الذيفاني المحلل السياسي، نشكرك شكر جزيلا تواجدك معنا في محورنا الثاني. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من العالم بعيون سعودية، موعدنا غدا في حلقة جديدة، في أمان الله. أيام رمضان الحلوة اللي موجودين فيها دائما، وأنا أعشق